مسجد جامع سارة بنت عيسى الحمود رحمه الله تعالى وجزاه الله خير المشرف عيد بن عيسى الحمود. الحمد لله وصلنا إلى الموقع واطمننا على المكان وعلى المنطقة، وإن شاء الله نزورهم في ماذا الشهر القادم. سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أنعم بدار الخلد والرضوان، إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان، إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان.